صباح الخير واهلا بيكم في قناه الحياه وعياده الحياه، واول حلقه لينا في السنه الجديده. هنتكلم النهارده عن اول زياره للسيده الحامل في عيادتنا، ايه اللي بنقوله معاها وايه اللي بنطلبه منها وايه الخطوط العريضه اللي بنحددها لها طوال الحمل عشان في الاخر يبقى عندنا حمل بلا مشاكل وبلا اعراض جانبيه وينتج عنه في الاخر جنين كويس وام كويس. زي ما بنقول لكل سيده بتخش العياده، احنا لازم يكون لنا هدف من كل حاجه. الهدف بتاعنا دايما من متابعه الحمل هو اول حاجه ام كويسه، تاني حاجه بيبي كويس، ودول الحاجتين اللي مش ممكن نتنازل عنهم ابدا. تاني حاجه اذا ربنا يسر ان احنا نولد طبيعي فهذا من فضل الله، وزي ما اتفقنا ان الولاده الطبيعي هي محاوله وليست ولاده، ولكن على كل سيده حامل التشبث بهذه المحاوله وانها تاخد هذه المحاوله حتى النهايه ولا تفرط فيها. دايما بنقول ما نزعلش من الدكتور اللي ادانا فرصه وعملنا سيزيريان، لان هو كان امين معانا وكان عايزنا ناخد فرصه نولد طبيعي، لكن لاي سبب من الاسباب احنا ما ولدناش. دايما في جمله بنسمعها ما كنا عملنا قيصريه من الاول، دايما بحب اقول اذا كان في حد غلط في البروسيس بتاع الولاده ان احنا ما ولدناش، فيا اما الام ما ولدتش يا اما البيبي ما استحملش الولاده، لكن الطبيب هو دايما وضعه وضع الانتظار ووضع التصرف لحظه الولاده، امتى بيتدخل لحظه الخطر او لحظه اللي شايف فيها ان خلاص البروسيس بتاعت الولاده مش هتكمل بطريقه طبيعيه. اول زياره بالنسبه لنا بتبقى زياره مهمه قوي. طبعا بفكركم ان احنا في انتظار تليفوناتكم على ارقامنا الموضحه اسفل الشاشه. اول زياره بتبقى زياره مهمه، يمكن هي دي الزياره اللي بتربط بين الدكتور وبين المريضه دايما الاواصل الارتباط، ودايما زي ما بقول الانطباع الاول يدوم، فلا بد من بناء هذه الاواصل بين او الصله الشديدة بين الدكتور والمريضة بتاعته او السيدة الحامل من اول مرة، لان ده اذا بنت بنية الثقة من اول لحظة هتبقى الامور بعد كده احسن. دايما بنقول للسيدة احنا في علاقة، دايما نقول زي المثلث بيني وبين حضرتك وبين زوجك، على كل واحد فينا اداء دوره، اذا اي واحد فينا اخل بدوره هيحصل خلل في المنظومة. في الاخر الدكتور عليه الارشاد، الزوج عليه المتابعة والتوفير، وعلى حضرتك التنفيذ. نكمل كلامنا بعد التليفون. معانا مدام شيماء. صباح الخير يا مدام شيماء. الو صباح الخير يا دكتور. اهلا بيكي. لو سمحت يا دكتور، انا عملت حقنة قبل كده اربع مرات. ايوه. وما حصلش نصيب. تاني مرتين حصل حمل واجهضت، والمرة التانية اجهضت في الشهر الاولاني، وكنت عايزه عملت اشعه 3D اخر مره، والدكتور قال لي لازم ان انا اعمل منظار علشان الرحم عندي طلع فيه نيرو كابيدي. هو قال لي مش تريانجل، الرحم بتاعك مش تريانجل، في عيب، فلازم يتوسع شويه من عند مش عارفه بقى اعمل ايه. طب حضرتك عملتي الاربع مرات في نفس المكان؟ لا، في اماكن مختلفه. طب انت حملتي في انهي واحد فيهم؟ حملت في اول مره وطلع توأم كويس، وحصل اجهاض في الشهر الخامس. حصل ولاده مبكره في الشهر الخامس؟ او اجهاض في الشهر الخامس. كان يعني جات لك طلق وبيبي نزل؟ ما كنتش عامله ربط فيهم او حاجه؟ كنت عامله ربط. كنت عامله ربط. طيب تاني مره ايه اللي حصل؟ تاني مره بردك عملت حقن ونزل بردك، في مكملش شهر ونزل. هم دول المرتين اللي حملتي فيهم اول مرتين؟ وبعد كده بقى تعملها وما حصلش حمل. طب حضرتك عملتي اشعه بالصبغه قبل كده؟ لا، انا عملت منظار قبل كده، والدكتور قال لي الرحم بتاعك كويس ما فيهوش اي حاجه. فاخر مره عملت اشعه 3D، قال لي قبل ما نعمل منظار تاني اعملي اشعه 3D. عملتها راح قال لي انت عندك مشكله، عندك نيرو كافيتي. اي دونت نو نارو كافيتي. نارو كافيتي. نارو كافيتي دي ملهاش حل. هقول لحضرتك تحت امرك. اوكي ماشي، شكرا قوي دكتور. اذا كان حضرتك عملنا منظار رحم قبل كده وقال ما فيش مشكله، لا يبقى هو ما فيش مشكله في التجويف الرحمي، لكن نارو كافيتي دي معناها ان انا حجم الاوضه صغير، ومفيش اي حاجه تقدر توسع حجم الاوضه طالما هي حجمها صغير طبيعي بلا عيوب. المفروض بس ان احنا بنحاول نعمل ربط لما نعمل حقن مجاري، اول حاجه تو بلان ان احنا نحمل في عيل واحد بس مش اكتر.
فحضرتك اذا كان فعلا نارو كافيتي ده يبقى بنرجع جنين واحد مش اكتر عشان نديله فرصه اكتر للاستمرار. الربط مهم قوي مع استعمال الادويه اللي بتساعد على ان نوقف يعني يحصل تهبيط للطلق او منع لوجود الطلق انه يجي، بالتالي ان احنا نقدر نوصل الحمل لفتره ابعد. بس محتاجين ايه؟ نعيد يعني فكره النارو كافيتي دي تشخيصها مش سهل قوي زي ما احنا متخيلين. تاني حاجه اذا في ادويه بقى بتساعدنا ان احنا بناخدها بعد مره واتنين يعني بعد تكرار الفشل في الحقن المجهري، طبعا الحقن اللي تحت الجلد، الكورتيزون، ادويه تانية بنساعدنا، الحاجات الفيتامينز العاديه اللي بناخدها، كل الكلام ده قد يكون ليه نتائج احسن. واذا كنا قربنا في اكتر من مكان وما حصلش حمل، يا اما تغيري المكان ما حصلش حمل، يا اما نرجع المكان اللي حملتي فيه الاول، قد يكون هو كان معاه الافضل جرعات انتجت البويضات لحضرتك وربنا يعمل حاجه خير. لكن اهم حاجه الربط، تاني حاجه الراحه التامه مع ادويه المثبطه للطلق، وبالتالي ان احنا بالنسبه لنا نرجع جنين واحد في الرحم عشان نمنع فكره التوائم عشان الولاده المبكره بعد كده. يبقى احنا قلنا في اول لقاء لينا مع المرضى بتوعنا او السيده الحامل، بنقول ان احنا في علاقه بيننا وبين بيننا وبين زوجها وبينها علاقه هرميه وعلاقه مثلثه، الدكتور عليه انه يعطي الارشادات العامه والزوج عليه المتابعه وتوفير الاحتياجات والسيده عليها تنفيذ هذه الارشادات. اذا لا يمكن في احد فينا ان يتبادل ادوار الاخر، واذا احد فينا اخل بدوره في تنتج عنه في الاخر ان المهمه او المشن بتاعنا لم تنفذ بالطريقه الصحيحه، وممكن النتائج بتاعتنا ما تبقاش النتائج المرجوه. دايما بنقول للسيدات عشان نوصل للهدف بتاعنا، دايما بنقول عندنا اربع قوانين او اربع حاجات لابد من الكلام عنهم، هنتكلم عنهم في حلقات متتابعه. اول حاجه بنقول لها keep your weight، حافظي على وزنك. المحافظه على الوزن هنا مش معناه ان احنا نمنع الاكل، وده دايما اللي احنا بنتكلم فيه مع السيدات، ان احنا في يعني keep your weight يعني اتباع النظم الصحيحه او الاسلوب الصحيح لزياده الوزن او لطبيعه الاكل. احنا لازم عارفين مفيش حاجه اسمها سيده وزنها مش هيزيد مع الحمل، احنا لكن احنا بنحاول نبقى وزن الزياده الطبيعيه اللي هي في حدود من 10 ل 12 14 كيلو في الحمل، وده رقم ما يخضش، لان مع نزول الطفل او مع الولاده الطفل في اذا قلنا في المتوسط بيبقى حوالي 3 كيلو 3 كيلو ونص مع السائل الامنيوسي مع المشيمه، يمكن دول وزنهم بيبقى قرب الخمسة او الستة كيلو، فاحنا مع يوم الولاده ممكن نفقد نص هذا الوزن. مع اول اسبوع او اسبوعين من فتره النفاس بيحصل فقدان من كميه المياه اللي كانت محتفظه في الجسم. احنا عارفين وقلنا قبل كده ان مع الحمل بيزيد كميه الدم، فبالتالي الفوليوم بيزيد كميه تجميع المياه في الجسم كله تحت تاثير هرمونات الحمل. كل الكلام ده بيختلف وبعد الولاده، فبالتالي مع فقدان السوائل دي كلها وزن السيده بينزل، ويمكن ينزل كمان بعد الستة كيلو دول لاتنين او تلاتة كيلو في اول اسبوعين. معانا تليفون، مدام عزه صباح الخير. يا مدام عزه صباح الخير يا دكتور، اهلا بيكي. ايوه حضرتك، انا سن 43، ربنا يتحسن. عندي مش منتظمه يعني بقى لها فتره عندي مش منتظمه، فانا ايه يعني عايزه يحصل الحمل في الفتره دي. انت حضرتك سبق ليكي الانجاب قبل كده؟ نعم سبق ليكي الانجاب قبل كده؟ ايه حضرتك؟ سبق لحضرتك الانجاب قبل كده؟ حضرتك ثلاث مرات. عندك ثلاث اولاد؟ اه. طب ولاد ولا بنات؟ لا ولاد. ثلاث ولاد، اوكي. حضرتك ما معنى عدم انتظام الدوره؟ ما معنى عدم انتظام الدوره في وجهه نظر حضرتك؟ مش عارفه والله حضرتك، ما انا بسال حضرتك. لا يا فندم، حضرتك بتقولي دورات حضرتك مش منتظمه، يعني ايه مش منتظمه؟ لا يعني حضرتك مثلا ممكن تيجي شهر، يعني تيجي شهر وتقعد شهرين ما تجيش. كويس. حضرتك اخر طفل انجبتيه من كام سنه؟ يعني من 9 سنين كده. من 9 سنين.
طب حضرتك عملتي اي تحاليل هرمونز او اي حاجه؟ لا لا لا. طب حاول رد على حضرتك تحت امرك. طبعا حضرتك في وجود سيده فوق السن الأربعين في نقطتين مهمين قوي بنتكلم فيهم. طبعا احنا ما حدش فينا من حقه انه يحجر على حريه حد في الانجاب، هذه حريه شخصيه، ولكن على الطبيب النصح بالنتائج المرجوه من هذا الحمل. اول حاجه لابد من اجراء تحاليل لمعرفه مقدره حضرتك على الانجاب في حد ذاته، هل لسه المخزون البويضات اللي عندي في المبيض يسمح بالانجاب ولا لا، او الفرص الانجاب معدي. اول حاجه هنعمل تحليل الافس اتش والال اتش مع تحليل هو المخزون البويضات اللي هو ام اتش. الرقمين التحليلين دول الافس اتش والام اتش دول هيقولوا لنا اخبار المخزون المبيضي قد ايه، وبالتالي نقدر نقول هل في امكانيه للحمل سواء طبيعي او بوسائل مساعده بطريقه تانية. ادي اول حاجه. تاني حاجه اذا قررنا ان احنا نحمل بنشوف بقى والله هل في سبب عائق للحمل ولا لا، لان احنا بقالنا 9 سنين ما حملناش. حتى لو حضرتك بتاخدي معانا حمل، لان احنا في الفتره 43 ده بنحاول نجري بسرعه عشان الوقت ما بيبقاش لمصلحتنا، فلابد من اجراء تحليل لزوج حضرتك. لابد من لو حضرتك عامله قيصريات 3 مرات، حضرتك كنت حتى لولب لفتره طويله، حضرتك عملتي عمليات قبل كده في البطن، ممكن نحتاج اشعه بالصبغه حتى نتاكد من كفاءه قناتي فالوب. لكن بنتكلم في النقطه الثانيه بقى، لازم مع حضرتك صراحه في مخاطر الحمل بعد سن الأربعين. احنا عندنا دايما كل المشاكل اللي مع الحمل بتزيد بعد هذا السن. اذا كان الحمل صعب مع ده لان كواليتي او كفاءه البويضه اللي موجوده داخل المبيض بتبقى اقل، وكفاءه هذه البويضه بينتج عنها مشاكل كتير. اول حاجه بنسميها سب فيرتيليتي، يعني الخصوبه بتبقى اقل شويه، فبالتالي امكانيه الحمل بتبقى اقل. اذا حدث حمل، الحمل ده بيبقى مشكلته انه فرصه انه يكمل اقل، لان فرصه انقسام البويضه سنها كبير بطريقه طبيعيه بيبقى اقل، فقد ينتج عنه طفل في الانقسامات مش طبيعي، فينتج عنه ان بيحصل يا اما بنسميه البلايتد اوفم او الكيس اللاجنيني، او يحصل مسد ابورشن، او يعني يحصل وفاه للجنين داخل الرحم في فتره الشهور الاولى. دول مهمين قوي. تاني حاجه ان احنا معرضين طبعا للضغط والسكر اعلى من اي وقت تاني. حضرتك لو ولدت طبيعي قبل كده في فرصه اعلى ان احنا نعمل سيزاريا المره دي. طبعا كل ده في الاخر بينتج عنه مشاكل مع الحمل اكتر، لازم يبقى صراحه مع حضرتك في هذه المشاكل والقرار بتاع حضرتك بعد كده. احنا بنتكلم النهارده عن متابعه الحمل وبدايه اول لقاء بين الدكتور والطبيبه، الدكتور والمريضه. نكمل كلامنا بعد الفاصل، ارجوكم انتظرونا. شكرا. قلنا ان اللقاء الاول يدوم ومن اهم اللقاءات بيننا وما بين المريضه بتاعتنا، وقلنا ان احنا الهدف بتاعنا دايما متابعه الحمل 3 حاجات، حاجتين لابد عن عدم التنازل عنهم، والام تكون ماما كويسه وبيبي كويس، ويا ريت نولد طبيعي او على الاقل ناخد فرصه الطبيعي بفرصه كافيه. قلنا عشان نوصل للهدف ده اول حاجه بنعملها بنحافظ على الوزن، زي ما بنقولها keep your weight، حافظي على وزنك وليس محافظة الوزن. تاني بنؤكد ليس الدايت بمعنى الدايت، لكن هو التغذية بطريقة صحيحة. وقلنا ان احنا هنزيد حوالي 12 كيلو في المتوسط اثناء الحمل، وال 12 كيلو دول هنفقد تقريبا نصهم يوم الولادة، وفي خلال اسبوعين هنفقد تقريبا الربع التاني، وفي الاخر هيفضل عندنا من 3 ل 4 كيلو، فده في المتوسط الطبيعي، فبالتالي يبقى التخلص منهم بطريقة سهلة وما فيهاش مشاكل. نيجي نتكلم، لما بنيجي نتكلم مع السيدات عن اسلوب التغذية، ايه هو اسلوب التغذية بتاعنا، وده مهم قوي هنتكلم عليه. لكن معانا تليفون ام محمد، اهلا بيك يا ام محمد. صباح الخير. عليكم السلام. يا نصحت يا دكتور، انا عندي ولدين، ربنا يخليهم، ودلوقتي وانا بعد الولدين سقطت مرتين. كويس. ودلوقتي كنت مركبه الشيت فحملت على الشيت.
فدلوقتي فروح عم رحت الدكتور وقال لي في فيها توأم. قالك بس ايه؟ بس سبب فيها توأم. كويس. إيه فسبب السقط الأولاني حاجة روماتيزمية كده بس مش عارفة ايه هي. فهو مديني دواء اسمه ييلا كونيل. قال لي ده بتاع أمراض روماتويد. لا لاكونيل قصدك؟ اه 200 والأسبرين اللي باخده. اه قال لي تاخدي حبايه الصبح حبايه بالليل والأسبرين. كويس. ولازم تاخدي حقنة بس... تحت الجلد. لا ما باخدش. لا حقنة تحت الجلد لازم تاخديها. ترجعي لي تقولي تاني احنا دكتور الناس قال لي نعم نرجع له تاني ونقول ان احنا عايزين ناخد الحقنة تحت الجلد. ما سقطت قبل كده دكتور كان قال لي لا انت مش محتاجه الدم بيوصل للجنين عادي. لو سمحتي خديها. الو. طب ايوه حضرتك. طيب هو ما رضيش يعمل لي ربط. قال لي لا مش في مسافه الربط. بين الاطفال مش مهم الربط لو شايف العنق الرحم كويس ممكن ما نربطش في التوائم لكن لازم نعمل سونار في بعد 10 اسابيع اللي هو نص الثالث نتاكد ان عنق الرحم يستحمل ان هو يشيل الطفلين لغايه اخر الحمل. اذا لقينا الامور كده خلاص بنكمل ممكن من غير ربط. لكن حضرتك لو سمحتي الاسبرين مع الحقن اللي تحت الجلد مع البلاكونيل اللي حضرتك بتاخديه ال 200 بناخد قرص يوميا. ولو سمحتي برضو اذا كان القصه فيها قصه مناعه قد نحتاج الى جرعه كورتيزون لو سمحتي راجعي الطبيب بتاع حضرتك في الادويه وان شاء الله ربنا يطمننا على حضرتك. معانا مدام ياسمين. صباح الخير يا مدام ياسمين. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ انا دكتور عندي 3 اولاد ربنا يخليهم لك. الله يخليك. وعمري دلوقتي يعتبر داخله 38 سنه بس الدوره الشهر ده ما جاتش فانا شكيت بصراحه. وانا بصراحه يعني ما كانش في دماغي حمل تاني لاني يعني المسافه بين الحمل التاني والتالت كان اقل من سنه فيعني تعبت وكان ضغطي واطي جدا وفي التاني كان عالي قوي فيعني انا نفسي نفسيا مش يعني بصراحه ما كنتش مؤهله وكنت باخد وسيله لكن عملت تحليل امبارح فوجئت بحمل يا دكتور. مبروك. فانا مش عارفه اعمل يعني حاسه ان انا من ساعتها مصدومه ولا أي حاجة خالص. يعني نحمد الله على الرزق الحمد لله يعني مش الاطفال رزق وهذا يعني رزق من عند ربنا. ناخد ناخد حوطتنا في العلاج المشاكل اللي دايما بنقول الاهم حاجه في التاريخ المرضي للمريضه ان احنا بنتعلم منه واللي ما بيتعلمش من الاخطاء ما فيش يبقى ملوش لازمه العلام. انا عندي تاريخ مرضي. التاريخ المرضي ده بيقول انا عندي 1 2 3 4 انا كدكتور بحاول اخر يعني الحوط الحيطه من هذه الامراض وازيد مشاكل في الحمل اللي جاي. لكن حضرتك حامل مبروك. هذا رزق وهذا رزق من عند الله ومفيش حد يرفض الرزق. لو حد حط لنا شنطه فيها فلوس قدام باب البيت النهارده هاخدها واذا حط لي واحده تانية بكره هاخدها. يبقى بالتالي مفيش حاجه اسمها انا جالي كان عندي واحد وجالي التاني. خلاص دي نعمه ورزق من عند ربنا واحنا يعني لا نستطيع نتحمل سؤال ربنا سبحانه وتعالى ايه ان احنا كيف يعني لم نسمح لهذا المخلوق او هذا الكائن اللي ربنا كان كاتب له الوجود ان احنا ما نسمحلوش بالاستمرار. حضرتك خدي الحيطه في الحمل المره دي. نرجع للدكتور بتاعنا او اي دكتور حضرتك متابعي معاه عشان العلاج من المرات القادمه. ادي اول حاجه. لو حضرتك بترضعي لحد دلوقتي يعني يفضل ان الرضاعه تقف قدامك لغايه الشهر الثالث ممكن نرضع بس هي مشكله ان الرضاعه مع الحمل التكوين اللبن في حد ذاته بيختلف مع الحمل فبالتالي لبنك قد لا يكون مفيد للطفل وفي بعض الاحوال في ناس كمان بتقول ان هو قد يكون مضر فلابد من استشاره طبيب الاطفال وان احنا نرجع له ونشوف هندي حاجه للطفل بديله ولا لا. طبعا بيبقى صعب علينا نوقف الرضاعه لكن بنقول يا اكم من اطفال ما رضعوش طبيعي وهم زي الفل لكن مش معقول عشان ارضع واحد طبيعي اقضي على حياه الاخر. ربنا يبارك لك فيهم وربنا يملاهم لك بركه ونطمنين عليك ان شاء الله. احنا قلنا التنظيم الغذائي للسيدات وقلنا اول حاجه بنقول لهم ان احنا اهم حاجه دايما بنقول للسيده الحامل احنا ما بنحبش الوجبه الدسمه الجامده اللي تاخدها تحس انها قفلت الدنيا طول النهار. دايما بنقول للسيدات بتوعنا وجبات كثيره كميات قليله حاجات هضمها سهل. يبقى وجبات كتير كميات صغيره حاجات هضمها سهل. دايما اكلنا يبقى اسهل من
هضم يعني زي ما بقولك نسهل على المعدة ونسهل على الجهاز الهضمي المهمة بتاعته اللي هي في حد ذاتها مع الحمل بتبقى تقيلة، لأن مع الحمل في حد ذاته في نوع من أنواع اضطراب في الجهاز الهضمي وفي اضطراب في الهضم، فبيبقى الهضم في حد ذاته أصعب وأطول وفترة استرخاء المعدة أطول، فبالتالي بتاخد فترة أطول إنها تتخلص من الأكل أو إنها يعني تحصل ان ايفاكيويشن او تفضل معده بحيث انها ناخد وجبه اللي وراها او فبالتالي احنا اوريدي عندي مشاكل في الهضم، فما زودش الحمل على الجهاز الهضمي بتاعي ان انا اديله وجبات كتيره قوي وكم حاجات هضمها صعب قوي عليه. لكن دايما بنقول نسهل على معدتنا وعلى جهازنا الهضمي، ده من اهم الاشياء. يمكن احنا عندنا دايما تقسيمة الاكل في الهرم الغذائي اللي بيبقى موجود عندنا بتاع التغذية، ويمكن الهرم الغذائي ده بيبقى مقسم الى كذا درجة. الدرجة الاوانية دايما هي بتبقى الاغذية الكربوهيدراتية، ويجي بعديها الخضار والفاكهة، ويجي بعديها اللحوم والالبان، وفي الاخر خالص الأغذية التي تحوي على كميات عالية من الدهون. زي ما احنا شايفين الصورة قدامنا دلوقتي، دايما على قد ما احنا بنقول احنا ناخد بالنا من الوزن وما بنحبش السيدات وزنها يزيد، لكن ستيل لازم يكون على الأقل نص لوجبتنا من الكربوهيدرات والنشويات. لكن دايما بنقول النشويات مختلفة عن السكريات، دايما بناخد زي ما بنقول بناخد النشويات بتاعتنا، اقصد السكريات اللي هي زي الجاتوهات والحلويات مختلفة عن فكرة النشويات الطبيعية في اكلنا دايما. لكن دايما بنقول اذا كنت باخد نشويات باخد النشويات بطريقتها الفورمال، يعني لو هاكل عيش بناخد العيش البلدي العادي، مش لازم ناكل العيش الابيض الفينو الحاجات دي اللي بتساعد اللي بقى تخنها اكتر بكثير. لازم هنخصص لازم ناخد بالنا من اللحوم، واللحوم مهمة جدا بالنسبة لنا، وطبعا اللحوم الحيوانية، واحنا عندنا كتير قوي دلوقتي ما بقوش يتجهوا للأكل اللحوم الحيوانية، اللحوم الحمراء دي مهمة جدا للأنيميا. عندنا بعد كده الخضار والفاكهة، دول مهمين جدا بناخد منهم. فدايما بنقول وجبات كثيرة، كميات صغيرة، فترات متقاربة، نركز على الحاجات اللي قيمتها الغذائية عالية، والخضار والفاكهة والبروتينات. لابد من تناول الكربوهيدرات، لكن الكربوهيدرات بناخدها في الصورة العادية، ما بناخدهاش بالصور اللي بتبقى اللي امتصاصها سهل، فبالتالي استهلاكها بيبقى اقل وبالتالي تخزينها اعلى، فبالتالي ينتج عنه دايما الوزن الزيادة والتخن الزيادة اللي احنا دايما مكروه. من الحاجات المهمة قوي دايما بنقول للسيدات لازم نركز على الاكل اللي فيه الحديد، لان طبعا عارفين احنا ان السيدة الحامل دايما عندها مشكلة في الانيميا مع الحمل. احنا عندنا عدة اسباب للانيميا مع الحمل، اذا افترضنا ان السيدة دي بادية هيموجلوبينها بطريقة طبيعية و12 او 11 او فوق ال 11، احنا لازم هنخش في الانيميا. ليه لازم هنخش في الانيميا؟ عندي اسباب عديدة. اول حاجة فيسيولوجيكال، حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيزود الفوليوم او بيزود حجم الدم في السيدة حتى يستطيع ان يصل الى المشيمة، فبالتالي بدل ما الدم بتاعي بيبقى 5 لتر بيبقى 7 لتر، فبالتالي ال2 لتر دول بزيادة بيزود إذا يعني بيبقى عندي كمية الحديد اللي كان دايبة في 5 لتر بقت دايبة في 7 لتر، فبالتالي بيعمل حاجة اسمها dilutional انيميا او انيميا، لان انا زودت إذابة الحديد في كمية أكتر. بمعنى لو عندي نص كوباية دايب فيها 2 معلقة سكر وبعدين زودت الكوباية بقت كلها، بدل ما كان عندي 2 معلقة سكر دايبين في نص بقوا دايبين في كوباية، فبالتالي التركيز السكر أكيد قل لما زودنا كمية. ما هي نفس الكلام ده بنسميه dilutional anemia اللي بتحصل مع الحمل. المشكلة التانية ان احنا عندنا البيبي بيبقى ليه يعني محتاجات من الحديد. دايما بقول للسيدات البيبي بيمد ايده في المخزون يسحب الحديد ما يلاقيش فيروح ساحب من جسم حضرتك، فاذا كان المخزون الاستراتيجي بتاعي من الحديد لا يكفي احتياجات الطفل، فبالتالي الطفل بيبتدي يسحب من جسد الام. دايما بنقول احنا لا نملك التحكم في رزق اي حد
حتى لا نملك التحكم في رزق الطفل اللي داخل بطن يعني داخل رحم امه، لانه هياخد الريكويرمنت بتاعته ايا كان الطريقه اللي هياخدها منها. نكمل كلامنا بعد الفاصل، ارجوكم انتظرونا. شكرا. اهلا بيكم بعد الفاصل، في انتظار تليفوناتكم. معانا مدام رغده. صباح الخير يا مدام رغده. عندي ولد عنده سنتين وبعد عنده 3 سنين، ودلوقتي شلت اللوب بعد سنتين وحملته على طول، بس سقطت بعد اسبوعين. ماشي. وبعدين حملت بقى على طول، وفي شهر 9 في اليوم الثالث منه جالي نزيف شديد جدا، فروحت المستشفى عملوا لي قيصري والجنين كان متوفي في اليوم الثالث، ونقلوا لي دم 4 اكياس دم و4 بلازما. كان ضغطك عالي؟ لا، وطول الحمل ضغطي واطي خالص، والميه الدكتور بيقول لي كويسه. هم قالوا لي بقى في المستشفى ان الميه كانت نشفت خالص، بس دخلوني على طول العمليات. يعني وضغطك ما كانش عالي وانت قبل القيصريه؟ لا، انا يعني انا نايمه عادي جدا، والضغط كان عادي جدا طول الحمل اصلا واطي. فده بقى، وعملت بعد شهر من الموضوع ده سي بي سي وتحليل الكرياتينين والغده، قالوا لي كويسين جدا. فانا عايزه اعرف بقى ده حصل. انت عملتي قيصريه فين؟ في مستشفى الجامعه. جامعه. هو علشان كان عندي نزيف، فانا قالوا لي دم كتير 4 كيلو. اوكي، هقول لحضرتك تحت امرك. لا طبعا، في وجود قصه اجهاض المره والميه نشفت خالص دي، ممكن هنبتدي اتجاهاتنا تتجه ناحيه تاني قصة المناعة وقصة الأجسام المضادة. لابد من إجراء هذه التحاليل حتى يعني نحدد هل في مشكلة ولا لأ، عشان المشاكل ما تحصلش تاني. احنا اتفقنا في وجود الاضطرابات المناعية اللي بتهاجم الطفل، بيحصل ان الدم بيتقطع البيبي، وبتحصل درجات مختلفة سواء إجهاض او المية تنشف. يعني من اقل حاجة ان يحصل إجهاض والبيبي ينزل من بدري، يا اما نكمل الحمل مع ارتفاع في ضغط الدم ومع ان كميه الميه اللي حوالين البيبي بتقل، لان بيحصل قصور في وظائف المشيمه. محتاجين نعمل تحاليل الخاصه بالمناعه وخاصه بحاجه اسمها ثرومبوفيليا، دول هيبقوا مهمين قوي بالنسبه لنا، وعلى اساس نشوف هناخد ايه. لكن طبعا احنا قبل الحمل بشهرين على الاقل بناخد الاسبرين والاوميجا والسيلينيوم مع الفوليك اسيد، والفوليك اسيد هنخليه قرصين بدل قرص. دول مهمين قوي، دول من قبل ما نحمل على الاقل بشهرين. مع وجود التحاليل بتاعتنا قد نزود الحقن تحت الجلد، قد نزود كورتيزون، لكن اهم من ده كله او مع ده كله المتابعه الجيده في مكان كويس، حتى يلاحظ اذا كان في مشكله قبل، يعني في بدايتها قبل ما تتراكم المشكله ويحصل مصيبه زي اللي حصل ده. لان دايما بنقول ان العين اللي تكتشف المشكله في الاول قد تحمي العيان وقد تقي شر مشاكل كتير قوي اذا لم يحدث ان احنا لقطنا المشكله من بدري. ده مهم قوي 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 ان يكون بتابع مع حد عينه وايده قادره انها تلتقط المشكله بدري قبل ما تتراقب. يمكن مش في النساء بس، ويمكن مش في الحمل، يمكن في اي حاجه في الطب الكلام ده مهم قوي. مدام سحر. صباح الخير يا مدام سحر. عليكم. اهلا بيكي. عليكم السلام. اهلا بحضرتك. حضرتك، انا اختي عندها 33 سنه ومتجوزه بقالها شهرين، وكان البرود بتاعتها لما بتيجي شديده جدا وبتقعد ازيد من 15 يوم. وبعدين لما اتجوزت زوجها خدها وداها للطبيبه، فنصحته ان هي تعمل اشعه على الرحم، لانها قالت ان في حاجه في الرحم اللي هي ورم ليفي. الورم الليفي ده عباره عن كيس دهني، فلما عملت الاشعه قالوا لها الكيس الدهني ده صغير وما يمنعش الحمل، ممكن تيجي تعمليه لما ربنا يسهل وتحملي او كده. فانا بسال حضرتك، هل الكيس الدهني ده او الورم الليفي ده يمنع الحمل عند اختي؟ اولا يا مدام حضرتك، اولا الورم الليفي شيء والكيس الدهني شيء، ده حاجه وده حاجه، ادي عشان نبقى واضحين. بس واضح من كلام حضرتك انه غالبا ورم ليفي. الاورام الليفيه اذا كانت ايا كان حجمها، اذا كان في حاجتين مهمين قوي مش مؤثرين على قناتي فلوف الاشعه الصبغه، واذا كانوا ما هواش داخلين على التجويف الرحمي، يبقى هما لا يؤثروا على الخصوبه.
لكن في حالة ان انا بعد 6 أشهر اكتشفت ان تحليلها كويسة وزوجها تحليله كويسة لكن ما حصلش حمل بنفكر نشيل الأورام اللي فيها. دايما لما بنتعامل مع سيدة فوق 30 غير لما نتعامل مع سيدة في العشرينات بيبقى شوية خطواتنا سريعة. يبقى الأورام اللي فيها في حد ذاتها ما بنقولش هي سبب تأخر الإنجاب إلا لما بنلاقيها سد أنبوبة عاملة ستريتش أو عاملة مط لقناة فالوب داخلة جامد قوي في التجويف الرحمي بنقول والله هي السبب. أو ورم ليه في حجمه كبير قوي واخد جزء كبير قوي من الرحم حتى لو من بره لما بنلاقي مفيش سبب للإنجاب بنشيله قد يكون هو مؤثر. لأن دايما عندنا كلام جديد بنتكلم المشكلة بس مش وجوده في التجويف لأنه قد يؤثر على كمية الدم التي تغذي بطانة الرحم فبالتالي بيقلل فرص إن يحصل انغماس للبويضة المخصبة. طبعا قبل الكلام ده كله لابد من إجراء تحليل لزوجها لأن مش معنى إن هي عندها مشكلة إن جوزها ما بقاش عنده مشكلة ونفضل ماشيين في اتجاه واحد ومغمضين على الناحية التانية. قد يكون المشكلة الأكبر عند الزوج اللي هي المنع الحمل. معنا تليفون مدام مي. مدام مي صباح الخير. يا مدام أنسة مي صباح الخير. صباح النور. لو سمحت يا دكتور أنا عملت عملية تكيسات على المبايض من أيوة. 2005 والدكتور لقى المبيض منفجر وشال المبيض وحاليا عايشة بمبيض واحد وأنا كويس. سنة 30 سنة كويس ومخطوبة فهل في أي تحاليل أو أي حاجة؟ عملوا عملية فتح بطن بقى مش لا منظار منظار كان في انفجار في المبيض كان كيس مش تكيس وعايشه بمبيض واحد كان كيس مش تكيس. حضرتك الدوره منتظمه؟ منتظمه من ساعه ما عملت العمليه منتظمه. عند حضرتك كام سنه؟ 30 سنه. وزن حضرتك قد ايه؟ نعم وزن حضرتك قد ايه؟ وزني 90 90 كيلو. لا نخس شويه لو سمحتي عايزين لنا 20 كيلو نقصان في الوزن مع ندي نفسنا من 3 ل 6 اشهر بعد الجواز اذا لم يحدث حمل نبتدي نتجه للدكتور لان ان شاء الله المبيض الواحد عادي جدا نخلف بيه مره واثنين وثلاثه مفيش اي مشكله خالص. احنا اتكلمنا عن التغذيه بتاعتنا وقلنا ان احنا لازم وجبات كتيره وكميات صغيره وفترات متقاربه بنركز على حاجات الهضمها سهل بنركز على حاجات القيمه الغذائيه عاليه بنؤكد ان احنا لازم في حاجات فيها الحديد لابد من تناولها بعدد وجبات عدد مرات كثير اهمها اللحوم واللحوم الحمراء بالذات الورق الاخضر ني او مستوي ايا كان. دايما بنقول نطق الحاجات الاشياء التي تترك في الهواء لونها بيتغير ويسود بالذات البتنجان والبنجر من الحاجات المهمه جدا العسل الاسود البلح الاسود الرمان التمر كل الكلام ده انا اسف في حديد بكميات عاليه قوي. لازم تناول الكالسيوم الحاجات اللي بتحتوي على كالسيوم طبعا منتجات الالبان مهمه جدا بالنسبه لنا ولازم ناخد حوالي لتر لبن كل يوم تقريبا بيوازوا اربع انا اسف اربع كوبايات لبن كل يوم. كوبايه اللبن بتتفك باتنين زبادي والزبادي برضو فيه فايده زيه زي اللبن بالظبط. اخر حاجه لازم ناخد لازم ناخد اربع لتر سوائل كل يوم. السوائل دي مقسمه ما بين المياه وبين الالبان مهم جدا جدا هذه الاشياء لابد اتباع الاسلوب الصحيح في التغذيه مع الحمل حتى ينتج عنه في الاخر طفل صحيح. دايما بنقول الطفل اذا كان بيمد ايده في المخزون ما بيلاقوش بيضطر ياخده من الام وقد يؤثر على صحه الام طبعا مع تكرار الحمل والرضاعه الستورز او المخازن بتقل وبتختفي فبالتالي بيحصل مشاكل وبيحصل ان الام تبتدي تعاني من الانيميا الحاده وتبتدي تعاني من ان الدروسنا بتتكسر وتبتدي تعاني ضعف في عظام وهشاشه في العظام فلابد من الاتباع الاساليب الصحيحه للتغذيه. شكرا ليكم على حسن المتابعه بنفكركم ان بكره هيكون معاكم دكتور رفعت الجبري استشاري الاطفال وحديث الولاده هيكون في انتظاركم الى حلقه قادمه. شكرا ليكم.